نحن أمام موجة جديدة أو مرحلة جديدة من مشاريع الحرب على سوريا. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يقول إن مرحلة جديدة من مشاريع الحرب على سوريا تخاض اليوم من الشمال. قادة منظمة شانغهاي يؤكدون على ضرورة وحدة أراضي سوريا واستقرارها والحل السياسي للأزمة فيها. المجموعات الإرهابية تخرق اتفاق وقف الأعمال القتالية 5 مرات خلال الساعات 24 الماضية. من دمشق الإخبارية السورية تحييكم، وهذه ساعتنا الإخبارية ابتدأت، نفتتحها بالخبر التالي. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة في سوريا هي دفاع عن لبنان والعراق والأردن وكل المنطقة. وفي كلمة له بذكرى 40 الشهيد القائد مصطفى بدر الدين، قال السيد نصر الله إن مرحلة جديدة من مشاريع الحرب على سوريا تخاض اليوم من الشمال، مضيفا أن الدفاع عن حلب هو دفاع عن سوريا ولبنان والمنطقة. في كلمة له خلال الاحتفال بذكرى 40 الشهيد القائد مصطفى بدر الدين، أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن السوريين وأصدقائهم قاتلوا في أشد المعارك ضراوة في سوريا، وتطرق في حديثه إلى مدينة حلب مستذكرا القرار الدولي والإقليمي بتوظيف استقدام المزيد من الجماعات المسلحة كمشروع جديد لدول التآمر بعد فشل مشاريعها السابقة. جاءوا بآلاف المقاتلين من كل أنحاء العالم مجددا ومن جنسيات مختلفة، والحدود مفتوحة، الحدود التركية السورية. الهدف هو إسقاط ما تبقى من محافظة حلب ومدينة حلب بالتحديد، السيطرة على مدينة حلب، طبعا قبل ذلك قطع الطريق على حلب المعروف، ومن حلب تندفع القوات باتجاه حما وحمص وصولا إلى دمشق. إذن نحن أمام موجة جديدة، مش أمام حادث طارئ أو اشتباك تفصيلي، نحن أمام موجة جديدة أو مرحلة جديدة من مشاريع الحرب على سوريا تخاض الآن في شمال سوريا بالتحديد في منطقة حلب. القتال دفاعا عن حلب هو دفاع عن بقية سوريا، هو دفاع عن دمشق، هو دفاع أيضا عن لبنان، وهو دفاع عن العراق، وهو دفاع عن الأردن الذي دفع قبل أيام قليلة، أمس أو الأمس، بعض أثمان الأخطاء في دعم الجماعات المسلحة. وفي معرض حديثه دحض نصر الله أكاذيب كل ما روج له الإعلام المغرض حول وجود انهيارات في حزب الله في مدينة حلب، مبينا أن هذا كله يصب في إطار حرب نفسية فاشلة. قتل الجماعات المسلحة بس من 1 حزيران ل24 حزيران 617 قتيل، 617 قتيل، بينهم عشرات القادة الميدانيين وبعض القادة الكبار، وأسامي القادة موجودة على تنسيقيات الجماعات المسلحة. عندهم أكثر من 800 جريح بس من 1 الشهر. هلأ الجريح عادة بلبك، أحيانا بالنسبة لبعض الناس يمكن بعض الجرحى بلبكوا أكثر من الشهداء. وتم إعطاب وتدمير أكثر من 80 دبابة وملالة وآلية عسكرية في هاي الجبهة. تعرفوا هذا عدد ضخم، تحكي 80 دبابة وآلية وملالة. هذا ما عم نحكي عن مرابط المدفعية اللي تم تدميرها، مقرات العمليات، غرف العمليات، المعسكرات، المخازن، خلوا هذا على جنب. طيب بهي المحصلة حط لي اياه بالمشهد بالكادر كله وفوت لي 26 شهيد ومفقود وأسير واحد.
كما أعلن السيد نصر الله أنه لا يمكن تفكيك مستقبل ومصير لبنان عما يحصل في سوريا والعراق، فرغم كل الصعوبات فقد استطاع العراقيون دحر تنظيم داعش الإرهابي بوحدتهم الوطنية، وهذا بعكس ما أرادته بعض الفضائيات التي تدافع عن داعش الإرهابي من خلال التحريض الطائفي المذهبي. أفاد مراسل الإخبارية في حلب بمقتل العشرات من إرهابي جبهة النصرة في منطقة بني زيد جراء استهداف الجيش لأوكارهم. وفي الريف الشرقي للسويداء دمرت وحدة من الجيش والقوات المسلحة 9 صهاريج مازوت في محيط قرية الشعاب كانت قادمة من بادية الشام. وقال مصدر عسكري إن سعة كل من هذه الصهاريج 30,000 لتر. كما قامت وحدات الجيش بتدمير 3 عربات دفع رباعي تابعة لتنظيم داعش الإرهابي. إلى ذلك قضت وحدة من الجيش على عدد من الإرهابيين في الريف الشرقي لمحافظة حماة، وذلك بنتيجة رمايات نارية نفذتها على تجمع للإرهابيين في قرية الملولوح التابعة لناحية الحمراء، وأسفرت العملية عن تدمير ما بحوزة الإرهابيين من أسلحة وذخيرة. ارتقى شهيد وأصيب 6 أشخاص جراء اعتداء إرهابي بالقذائف الصاروخية على حي السبيل في مدينة حلب، وذلك في خرق جديد من قبل المجموعات الإرهابية لاتفاق وقف الأعمال القتالية. مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب ذكر بأن إرهابيين استهدفوا الحي بعدد من القذائف سقط معظمها في محيط جامع الرحمن تزامنا مع خروج المصلين من صلاة الجمعة. وأشار المصدر إلى أن الاعتداء الإرهابي أسفر أيضا عن وقوع أضرار مادية في منازل وممتلكات المواطنين ومحلهم التجارية، وكان 4 أشخاص بينهم طفلة استشهدوا في وقت سابق جراء اعتداء إرهابي بقذائف صاروخية على حيي الخالدية وشارع النيل. إلى ذلك أفاد مركز التنسيق الروسي في حميمين برصد 5 خروقات لاتفاق وقف الأعمال القتالية ارتكبتها المجموعات الإرهابية في سوريا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد خروقاتها للاتفاق منذ بداية تطبيقه إلى 714 خرقا. 5 خروقات جديدة لاتفاق وقف الأعمال القتالية رصدها مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم الجوية ارتكبتها التنظيمات الإرهابية في سوريا خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الخروقات إلى 714 خرقا منذ البدء بتنفيذ الاتفاق في 27 من شهر شباط الماضي. المركز أوضح في بيان له أن جميع تلك الخروقات حصلت في محافظة دمشق، مؤكدا أن اتفاق وقف الأعمال القتالية قائم بشكل عام في معظم المناطق السورية، لافتا إلى انضمام إحدى البلدات في محافظة حمص للاتفاق، وبذلك يرتفع عدد البلدات المنضمة للاتفاق إلى 162 بلدة. تجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف الأعمال القتالية المطبق في سوريا تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2268 لا يشمل تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين وغيرهما من التنظيمات المدرجة على لائحة الإرهاب الدولية. في ختام قمتهم في طشقند أكد زعماء منظمة شانغهاي على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وأن لا بديل عن التسوية السياسية للأزمة فيها. أكدت الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي في بيانها الختامي للقمة المنعقدة في العاصمة الأوزبكستانية طشقند على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها وعلى عدم وجود بديل للتسوية السياسية للأزمة فيها بما يتيح للشعب السوري تحديد مستقبله بنفسه. وأضاف البيان أن الدول الأعضاء شددت على أن الإرهاب الدولي والتطرف بات يمثل خطراً متنامياً يهدد جميع الدول. الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي أكدت من جديد أن تعزيز منظومات الدفاع الصاروخية من جانب واحد وبشكل غير محدد من قبل دولة واحدة أو مجموعة من الدول دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح دول أخرى يمكن أن تكون ضارة بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. بدوره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي اجتماع موسع لرؤساء الدول الأعضاء في المنظمة أشار إلى ضرورة تعزيز آلية الأمن في إطار منظمة شانغهاي للتعاون
ورفع قدرات المنظمة في مجال مكافحة الإرهاب. كما أكد الرئيس الروسي أنه لم يعد هناك ما يعيق انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي بعد رفع العقوبات عنها، موضحا أن إيران تشارك بالفعل في نشاط المنظمة كدولة مراقبة منذ عام 2005. أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرنكوف أن الانتهاكات التركية المتواصلة للحدود السورية ومواصلة تدفق الإرهابيين إلى سوريا تقوض مساعي التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سوريا. سافرنكوف أوضح بأن روسيا تتوقع من مجلس الأمن الدولي الضغط على تركيا من أجل وضع حد نهائي لانتهاكها لحدود الدول الأخرى، مشيرا بهذا الصدد أيضا إلى إرسال النظام التركي لقوات إلى العراق دون موافقة الحكومة العراقية. أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو ورئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمرطاش بأن رئيس النظام التركي أردوغان داعم أساس لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي وباقي التنظيمات الإرهابية. مجموعة من الأحزاب التركية تطالب بمحاكمة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بسبب فضائحه التي تتكشف يوما تلو الآخر أمام الرأي العام التركي. رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كلدشار أوغلو أكد علاقة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مع تنظيم جبهة النصرة الإرهابية وباقي التنظيمات التكفيرية، لافتا إلى اعتراف أردوغان من خلال تصريحاته بالتعاطف والتضامن مع هذه التنظيمات الإجرامية. كلدشار أوغلو أكد لوسائل الإعلام التركية أن دول العالم تحارب داعش والنصرة وأمثالها فيما يتهرب أردوغان من الحرب على الإرهاب، بل يتبجج ويعلن تعاطفه وتضامنه مع التنظيمات الإرهابية. وحول سياسات تركيا الخارجية، أعرب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي عن قلقه من سياسات أردوغان الداعمة للإرهاب وتدخله بشكل سافر في سوريا والعراق ومصر وليبيا. على الخط نفسه أكد زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمرطاش أن الجميع يعرف بأن رئيس النظام التركي هو اللص الأكبر في العالم، مشيرا إلى أن كل ما يفعله أردوغان يثبت بكل وضوح خوفه ورعبه، لأنه يدرك جيدا أنه سيأتي اليوم الذي سيحال فيه إلى المحاكمة لارتكابه الجرائم بحق الشعب التركي وباقي شعوب المنطقة. في هذه الساعة ولكن بعد الفاصل، تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد، كاميرون يستقيل واسكتلندا تلوح بالاستفتاء على الانفصال. مستمرون معكم، أرجو التفضل بالبقاء معنا. عصفوحة ينبت زهر، عجبالها ورد وعطر، أرض الرجول والفدا أمجادها توزع فخر، لما بتشتد الليالي والنوى رصاص جيشنا هو الفجر، جيش وشعب كله سوا بيمشي على دروب النصر. فوق الربا بين السهول رجالنا، غار ونور من حماة ديارنا، المجد كل المجد فوق جباههم، حملوا على أكتافهم أحلامنا. هذه الزنود السمر تعرف دربها وتقول قد هزم المحال محالنا، ها قد أطل على الوجود فوارس نسجوا البطولة من مآثر عزنا.
مبتدئات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كاميرون يستقيل واسكتلندا تلوح بالاستفتاء على الانفصال. القوات العراقية تحرر مركز ناحية مكحول شمالي صلاح الدين من إرهابي تنظيم داعش. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال فتاة فلسطينية شرق مدينة الخليل بدعوى محاولتها دهس مستوطنين اثنين. أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا أساس لتصريحات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وبعض ممثلي الحكومة البريطانية الآخرين حول مصلحة روسيا في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ووصف بوتين تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بأنها ليست إلا محاولة غير لائقة للتأثير على الرأي العام في بلاده. وشدد بوتين على أن هذه التصريحات ليست إلا مظهرا من مظاهر المستوى المتدني للثقافة السياسية. وكان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أعلن أن نتائج الاستفتاء في بريطانيا أرضت على الأرجح بوتين، معربا عن أمله في أنها لن تسمح بتخفيف الضغط على موسكو. قرار البريطانيين الذين عبروا عنه في الاستفتاء رافقه عدد من التصريحات التي أظهرت مخاوف دول أوروبية من انتقال العدوى إليها. الزلزال الذي أحدثه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد 40 عاما من المكوث في هذه المؤسسة التي كان ينظر إليها على أنها أقوى مؤسسة إقليمية بعد الأمم المتحدة، كان له ارتدادات مباشرة في السياسة والاقتصاد والأمن في بريطانيا وخارجها. في بريطانيا المنقسمة على نفسها دفع كاميرون فاتورة الانقسام، ولم يكن لديه خيار آخر غير تقديم استقالته. البريطانيون اتخذوا قرارا واضحا، فأعتقد أن البلاد بحاجة لقائد جديد يأخذها في هذا الاتجاه، لكنني لن أكون الشخص الذي يقود البلاد نحو وجهتها الجديدة. التصويت البريطاني لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي اعتبره المرشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمرا رائعا، فبريطانيا قررت أن نأي بنفسها عن مشاكل الاتحاد وأزماته الاقتصادية وقضية المهاجرين ومكافحة الإرهاب، وجاءت نتائج الاستفتاء التاريخي برسالة مفادها أن على الدول الأوروبية أن تفكر من الآن فصاعدا باقتلاع أشواكها بأيديها. إن تصويت البريطانيين يضع أوروبا في مواجهة اختبار خطير، وإن الخطر هائل في مواجهة التيارات المتطرفة والشعبوية، ولم يعد بوسع أوروبا الاستمرار كما من قبل. كما دفع كاميرون الثمن غاليا، سيدفع أولاند أيضا ثمن سياساته مع حليفته ميركل، لأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيجعل هذه المؤسسة العريقة خاوية على عروشها، وسيشجع الآخرين للخروج من الاتحاد، وهو ما حذرت منه المستشارة الألمانية. نتبلغ بأسف قرار غالبية الشعب البريطاني، إنها ضربة موجهة إلى أوروبا وإلى آلية توحيد أوروبا. في السياسة، اعتمد الاستعمار سياسة فرق تسد، وها هم المستعمرون يتجرعون الكأس التي أذاقوها للشعوب، وهم يتكسرون فرادى ويتساقطون متفقين، يبنون الجدران بين بعضهم البعض ويتنكرون ل50 عاما من الوحدة الاقتصادية والسياسية. ولكن بعد اليوم بريطانيا مغلقة ولا يمكن لأحد المرور عبرها، لا من أوروبا ولا من غيرها، لأن الإرهاب الداعشي والقاعدي والإخوانجي يتربص بالجميع شرا، وبريطانيا قفزت وحيدة من المركب لا لشيء إلا محاولة للنجاة بنفسها.
إلى ذلك، أعلن الانفصاليون في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية حرصهم على تبني الأساليب التي اعتمدت عليها حملة مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مطالبتهم باستقلال ولايتهم عن البلاد. وقال دانيال مايلور رئيس حركة تكساس القومية إن التصويت الذي قاده المواطنون في بريطانيا يمكن أن يكون نموذجا لتكساس، مشيرا إلى أن اقتصادها المقدر بنحو 1.6 تريليون دولار سنويا سيحتل مركزا بين أكبر 10 اقتصاديات في العالم. وقالت الحركة إنها تدعو حاكم الولاية بشكل رسمي إلى دعم إجراء تصويت مشابه لمواطني تكساس. أكدت نيكولا ستيرجن رئيسة الوزراء في إقليم اسكتلندا أن الاسكتلنديين يريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي، ولوحت بإجراء استفتاء جديد حول استقلال الإقليم عن المملكة المتحدة. وتعليقا على نتائج الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت ستيرجن إن العديد من سكان الإقليم الذي سبق لهم أن صوتوا لصالح بقاء اسكتلندا في قوام بريطانيا خلال الاستفتاء الذي جرى عام 2014 قد يغيروا موقفهم بعد استفتاء الخروج. وقالت إن إخراج اسكتلندا من الاتحاد الأوروبي رغم إرادة شعبها الذي يرغب في البقاء غير مقبول من وجهة نظر المبادئ الديمقراطية. أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقي عن تحرير مركز ناحية مكحول شمالي صلاح الدين ورفع العلم العراقي فوق أبنيته. وقالت الخلية إن قيادة عمليات صلاح الدين وقطاعات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنوا من السيطرة على مركز ناحية مكحول شمالي صلاح الدين، وذلك بعد 4 أشهر من معارك عنيفة مع إرهابي داعش. محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري قال إن تحرير مركز ناحية مكحول سيشكل عاملا أساسيا لحسم معركة تحرير قضاء الشرقاط من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. إلى ذلك، حررت القوات العراقية أغلب الأحياء الشمالية للفلوجة ومنها الشرطة والجغيفي، وتقدمت باتجاه حي الجولان الذي لم يبقى سواه بيد تنظيم داعش الإرهابي. الجيش العراقي يتقدم باتجاه حي الجولان بعد تحريره لغالبية الأحياء الشمالية من الفلوجة منها الشرطة والجغيفي من إرهابي تنظيم داعش. عمليات جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة المدرعة التاسعة في مركز ناحية مكحول أسفرت عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأرواح والمعدات، حيث رفع العلم في مركز الناحية. القطاعات العسكرية القريبة من تكريت تتقدم باتجاه تقاطع قضاء الشرقات لفتح ممرات آمنة لنزوح عدد من العوائل المحاصرة هناك، وذلك ضمن استكمال العمليات العسكرية في محافظة صلاح الدين المستمرة ضمن خطة مرسومة للقضاء على ما تبقى من تنظيم داعش الإرهابي في الشرقات والقيارة وفي العديد من القرى شمال المحافظة وصولا إلى خط الصد الأول للتنظيم الإرهابي. وفي الأنبار، تواصل القوات الأمنية عمليات تطهير منطقتي زنكورة والبوريشة شمال الرمادي من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، حيث تم قصف 3 زوارق للإرهابيين في نهر الفرات وقتل عدد كبير منهم. استشهدت فتاة فلسطينية شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة جراء إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليها. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأن شهيد مجد الخضور أصيبت برصاص الاحتلال على مدخل مستوطنة كريات أربع شرق الخليل، وذلك بعد حادث اصطدام بين سيارتها وسيارة مستوطنين، حيث تعرضت لإطلاق نار كثيف اخترق زجاج سيارتها الأمامي ما أدى إلى استشهادها. وكانت قوات الاحتلال اعترفت بقتل الفتاة بإطلاق النار عليها مباشرة بدعوى محاولتها دهس مستوطنين اثنين، بينما ذكرت مواقع إلكترونية إسرائيلية أن ما حدث هو حادث سير عادي. جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي، حيث عدمت قوات الاحتلال المواطنة الفلسطينية مجد الخضور من بلدة بن نعيم بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس لمستوطنين صهاينة قرب المدخل الشرقي لمستوطنة كريات أربع شرقي الخليل جنوبي الضفة المحتلة. وباستشهاد الخضور ارتفع عدد شهداء انتفاضة القدس في يومها 67 بعد 200 إلى 221. جريمة اغتيال الفتاة الخضور تزامنت مع مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة أثناء محاولة المحتلين قمع المسيرات الأسبوعية
المنددة بجدار الفصل العنصري واستمرار إقامة المستوطنات. وشارك المئات من المواطنين ونشطاء أجانب في مسيرات حشدة جابت شوارع وقرى الضفة المحتلة للمطالبة بهدم الجدار ووقف الاستيطان. في هذا الإطار تواصل أضرع الاحتلال أعمال التهويد ومصادرة الأراضي في القدس المحتلة، حيث طرحت سلطات الاحتلال مشروعين استيطانيين جديدين، الأول لإنشاء محطة تدوير نفايات لمستوطنة معالي أدوميم شرقي القدس، والثاني إقامة مشروع في مستوطنة راموت شمال القدس، ويتضمن منشآت إضافة إلى 750 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة معالي أدوميم. أقدم إرهابيان سعوديان ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي على قتل والدتهما وإصابة كل من والدهما وأخيهما الأصغر. وذكرت وسائل إعلامية أن حي الحمراء في مدينة الرياض شهد جريمة إرهابية بشعة تمثلت في قيام إرهابيين اثنين بقتل أمهما بعد أن طعناها مرات عدة ومن ثم نحرها، كما أصابا أباهما وشقيقهما الأصغر ثم لاذا بالفرار، وذلك بعد طعنهما سائق شاحنة طعنات عدة. تمكن الجيش الليبي من استعادة السيطرة على مناطق عدة في جنوب مدينة أجدابية، وذلك في ظل تطورات سياسية متسارعة. عقدت حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس أول اجتماع موسع ذو دخولها العاصمة في آذار الماضي في مدينة طرابلس برئاسة رئيس الحكومة فايز السراج. السراج أكد في مستهل الاجتماع على أهمية المرحلة التي تمر بها البلاد والمسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة، وأنه جرى الاتفاق على أن يقدم الوزراء برامج عمل تفصيلية مرتبطة بجداول زمنية محددة. تزامنا مع الأحداث السياسية ميدانيا، تمكن الجيش الليبي من استعادة السيطرة على مناطق جنوب مدينة أجدابية شرقي ليبيا كان يسيطر عليها مسلحون من تنظيمي القاعدة وداعش. وذكرت وسائل أعلام محلية أن تحركات الجيش الليبي تمت تحت غطاء جوي وقصف مدفعي عنيف، وأدت إلى سيطرة القوات المسلحة على مواقع في محور القوارشة منها العمارات الجديدة وحي الجوازي وأجزاء كبيرة من منطقة قريونس في بنغازي المجاورة. الناطق باسم غرفة عمليات أجدابية التابعة للجيش الليبي الملازم أكرم بوحليقة قال إن قوات الجيش سيطرت على العمارات الصينية والبوابة الجنوبية ومصنع المكرونة جنوب المدينة، ونفى بوحليقة وقوع أي قتلى في صفوف قوات الجيش في الاشتباكات المستمرة منذ 4 أيام، مشيرا إلى وقوع عدد كبير من القتلى في صفوف الجماعات التابعة لما يسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي وغرفة عمليات أجدابية. محللون ومحققون يعربون عن اعتقادهم بوجود خطأ تقني أو بشري يقف وراء سقوط الطائرة المصرية المنكوبة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. أفادت لجنة التحقيق التابعة لوزارة الطيران المدني المصرية أن مسجلي الطائرة المصرية التي تحطمت في رحلتها من باريس إلى القاهرة الشهر الماضي سيرسلان إلى باريس لإصلاح الأضرار التي لحقت بهما. وقالت لجنة التحقيق المصرية في بيان أصدرته إن المسجلين سيرسلان إلى خبراء في مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني الفرنسي لإزالة ترسبات ملحية من شرائح الذاكرة فيهما، ثم يعادان إلى مصر لتحليل بياناتهما. ويتحدث محللون عن فرضية وجود خطأ تقني أو بشري، إذ أرسلت رسالة إلكترونية من الطائرة تشير إلى أن أجهزة استشعار دخان قد تعطلت في دورة المياه في الطائرة، ومن ثم كهربائيات الطائرة، وذلك قبل دقائق من انقطاع الإشارة القادمة منها. في هذه الساعة ولكن بعد الفاصل، مقتل عدد من الجنود الأتراك في جنوب شرق تركيا في هجمات على موقع عسكري لهم. مستمرون معكم، أرجو التفضل بالبقاء معنا. على جلباتها خفق الفؤاد وطاف الوجد يصحبه الميداد، ديار
لا يهون بها رجال وقد نذروا الحياة لما أرادوا. هنا التاريخ يكتبه أباد، بنادقهم يجافيها السهاد. حماة الأرض دمتم في سمانا، ودام العز توقده الوهاد. أهلا بكم من جديد. قتل عدد من الجنود الأتراك في ماردين وهاجاري جنوب شرق تركيا في هجمات على موقع عسكري تركي. رئاسة الأركان العامة للجيش التركي قالت إن جنديين تركيين قتلا جراء هجوم على عقبة مدرعة جنوب شرق تركيا. كما قتل 4 آخرين بانفجار عبوات ناسفة استهدفت مخفرا شرق البلاد. أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها على الحرية الأساسية في تركيا بعد اعتقال النظام التركي لممثل منظمة مراسلون بلا حدود في أنقرة ومثقفين آخرين. يبدو أن تكرار الممارسات القمعية للنظام التركي ضد معارضيه في البلاد قضى مضجع ساكني البيت الأبيض، وخاصة بعد أن تعرضت قوات أردوغان لأعضاء منظمة دولية تتبع في مسارها المهني أهواء واشنطن. الولايات المتحدة أعربت عن قلقها على الحريات الأساسية في تركيا على خلفية توقيف نظام أردوغان لممثل منظمة مراسلون بلا حدود إيرول أندر أوغلو في أنقرة ومثقفين آخرين معروفين
ودعت على اللسان الناطق باسم وزارة خارجيتها جون كيربي النظام التركي إلى التأكد من أن أعمالها تدعم القيم الديمقراطية العالمية المدرجة في الدستور التركي مثل حرية الصحافة والسماح للأصوات بالتعبير عن نفسها في المجتمع. منظمة مراسلون بلا حدود وصفت بدورها اعتقال ممثلها بأنه يوم آخر أسود وحزين بالنسبة لحريات التعبير والصحافة في تركيا. مبادئ سامية كانت ستصبح صورتها أجمل لو تعتمدها واشنطن في طريقة تعاملها مع الدول ذات السيادة والجهات المعارضة لسياستها، لكنها تتجه إلى نشر التطرف في العالم تحت شعارها الحريات والديمقراطية، وتسعى إلى تشويه صورة الحقيقة وتلفيق أكاذيب شتى، أملاً أن تضيع معها هوية صانعي الإرهاب ومموليه وداعميه. اتهم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بنشر دمار في الشرق الأوسط وتلقي الأموال من النظام السعودي. هيلاري كلينتون نشرت الخراب في الشرق الأوسط بقراراتها وتلقت أموالا ورشاوي وصلت إلى 25 مليون دولار من النظام السعودي وملايين أخرى من أنظمة الكويت وقطر. اتهامات جاءت على لسان المرشح الجمهوري دونالد ترامب طالت بشكل مباشر منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، وذلك من تصريحات نقلتها مواقع إعلامية. ترامب قال إن قرارات هيلاري كلينتون نشرت الموت والدمار والإرهاب في كل مكان طالته يدها، مشيرا إلى أنه عندما تولت كلينتون وزارة الخارجية الأمريكية عام 2009 كان العالم مكانا مختلفا بعيدا عن الدمار والتخريب الذي تشهده مناطق واسعة بالشرق الأوسط، ولم يكن تنظيم داعش الإرهابي يشكل أي وجود. المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية قال أيضا إن كلينتون خربت الشرق الأوسط برمته، وأنها فعلت ذلك من خلال اجتياح ليبيا وتسليمها لإرهابي داعش، منتقدا مواقفها الداعمة لاستهداف سوريا، الأمر الذي اعتبره أنه أسهم بشكل مباشر في دعم تنظيم داعش الإرهابي، كما اتهمها بتسليم أجزاء واسعة من العراق إلى التنظيم الإرهابي. المرشحة الديمقراطية لرئاسة الولايات المتحدة هيلاري كلينتون كانت اعترفت بما لا يحمل مجالا للشك، ومن خلال كتاب مذكراتها الذي حمل اسم خيارات صعبة، بأن الإدارة الأمريكية قامت بتأسيس تنظيم داعش الإرهابي لتقسيم منطقة الشرق الأوسط. فرنسا التي تعاني من هاجس الإرهاب وتداعياته تواجه على الصعيد الداخلي احتجاجات ومظاهرات تطال السياسة الحكومية. تزامنا مع تهديدات إرهابية متواصلة ضد فرنسا، خرجت تظاهرات حاشدة همت الشارع الفرنسي، حيث جاب آلاف الفرنسيين الشوارع مطالبين بسحب قانون العمل الجديد. آلاف المحتجين في العاصمة الفرنسية تجمعوا بعد أن عبروا حواجز عديدة لقوات الشرطة، حيث الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة هناك بعد التجاوزات التي حصلت خلال التظاهرة الأخيرة في باريس. وأكد القائمون على حملة الاحتجاجات والتي هي العاشرة من نوعها منذ آذار الماضي أنها جمعت نحو 60,000 شخص في باريس، فيما قالت مصادر الشرطة إن المظاهرات حشدت 20,000 فقط. تظاهرات فرنسا تتزامن مع كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم المقامة على الأرض الفرنسية وسط تهديدات إرهابية تطال فرنسا التي دعمت الإرهاب في منطقتنا وبدأت تعاني جراء موقفها خوفا وحذرا من إرهاب ساهمت بإنشائه على أراضي دول أخرى. قتل 30 إرهابيا من تنظيم داعش في اشتباكات مع القوات الأفغانية في إقليم نانغارهار شرقي البلاد. وقالت حكومة إقليم نانغارهار إن مسلحين من تنظيم داعش هاجموا العديد من نقاط المراقبة الأمنية في منطقتي سيبي وبندار في الإقليم، مشيرة إلى أن إرهابي داعش قاموا بعد ذلك بمهاجمة منازل المدنيين المجاورة وأضرام النار وأطلاق الرصاص، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح.
دعت الأرجنتين مجددا بريطانيا إلى استئناف المفاوضات حول وضع جزر فوكلاند المتنازع عليها. وقالت وزيرة خارجية الأرجنتين سوزانا مالكورا أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بتصفية الاستعمار إنه يجب حل هذا النزاع طويل الأمد حول السيادة من خلال المفاوضات. شهد ميدان كابوستينيار التدريبي جنوب روسيا اختبارات ناجحة لمنظومة بوك ام 3 الجديدة للصواريخ المضادة للجو أجرتها شركة ألماس أنتاي الروسية. الناطق باسم الشركة أكد أن خبراء الشركة أجروا تجربة إطلاق لصاروخ تابع للمنظمة في اتجاه جسم طائر يحاكي هدفا باليستيا، مشيرا إلى أن الإمكانات التقنية للصاروخ والذي خضع للاختبار تزيد ضعفا عما هو عليه لدى سابقاته، مع أن وزنه يقل عن وزنها، الأمر الذي سمح بزيادة الحشوة القتالية المدمرة بمقدار مرة ونصف المرة. والآن إلى العناوين. نحن أمام موجة جديدة أو مرحلة جديدة من مشاريع الحرب على سوريا. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يقول إن مرحلة جديدة من مشاريع الحرب على سوريا تخاض اليوم من الشمال. قادة منظمة شانغهاي يؤكدون على ضرورة وحدة أراضي سوريا واستقرارها والحل السياسي للأزمة فيها. المجموعات الإرهابية تخرق اتفاق وقف الأعمال القتالية 5 مرات خلال الساعات 24 الماضية. تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كاميرون يستقيل واسكتلندا تلوح بالاستفتاء على الانفصال. القوات العراقية تحرر مركز ناحية مكحول شمالي صلاح الدين من إرهابي تنظيم داعش. كان في العناوين أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال فتاة فلسطينية شرق مدينة الخليل بدعوى محاولتها دهس مستوطنين اثنين. كانت هذه نهاية الساعة الإخبارية قدمناها لكم من استديوهات الإخبارية السورية في دمشق. مني ومن جميع العاملين في هذه الساعة كل التحية، دمتم بخير، إلى اللقاء.